كلنا اليومين دول بنتكلم على السياحة المصرية وإن السياحة المصرية بتعاني، وإحنا فعلا بنعاني في السياحة المصرية نتيجة لظروف مختلفة ومتعددة بيمر بها العالم مش بس مصر. طبعا مصر مستهدف زي ما كنا بنتكلم في الفقرة الماضية. في وسط كل ده قام شاب مصري بشوي فايز. بشوي عمل إيه؟ عمل مبادرة اسمها مصر بعيون السمكة. اسم غريب، مصر بعيون السمكة. الغريب بقى الأكتر إن المبادرة دي حققت صدى كبير في العالم، كتبت عنها صحف في أوروبا تحديدا في أسبانيا، كمان عدد من الدول العربية خاصة الإمارات. خلونا نتكلم مع بشوي فايز اللي هو عمل المبادرة ده ومؤسسها، نفهم إيه مصر في عيون السمك. صباح الخير يا بشوي. صباح النور. أنت إيه القلبان اللي أنت عامله ده؟ إيه موضوع مصر في عيون السمك؟ هي الفكرة عشان جديدة ومختلفة وغريبة فهي لقت صدى بين الناس. الفكرة إن أنا عندي عدسة اسمها فيش أي أو عين السمكة، هي دي اللي بتدي منظور مختلف، منظور بانورامي، منظور 180 درجة فوق وتحت ويمين وشمال، فبتديني منظور أنا مش بشوفه، العين المجردة مش بتشوفه. فلو أنا رحت المكان ده قبل كده بالصورة بتاعتي كأنها أول مرة أشوف المكان ده. فدايما الشباب ودايما الناس بتحب الحاجات المختلفة، الحاجات الغريبة، فهي دي اللي شدت الناس، وبالتحديد العملات مع الأثر مع العملة. احنا كل يوم بنشوف العملات وكل يوم بنشوف الأثر اللي موجود عليها، بس مش بنعمل لينك بين الاتنين. فأنا أول ما نزلتها عندي على البيج على الفيسبوك انتشرت بطريقة فظيعة جدا، انتشرت في كل الصفحات في البيجيات. علشان هي حاجة مختلفة، حاجة جديدة، هي دي الصور. انا شفتها على الفيسبوك على فكرة. يعني انا شفتها على الفيسبوك وما بقتش فاهمة دي ايه، فيعني ايه بقى احكي لي كده. انا عندي انت جايب الاثر واللي موجود على بالظبط نص العمله، بالظبط النص الحقيقي والنص اللي على العمله. احنا عمرنا ما خدنا بالنا ان احنا الحاجات دي موجوده على العمله، يعني كل يوم بنشوف القلعه وبنشوف ال 20 جنيه بس عمرنا ما تخيلنا ان هي على ال 20 جنيه. دي صوره جميله جدا، انت مكمل النص بالنص. بالظبط، انا يعني قعدت مجهود، انا تقريبا قعدت في المشروع ده 3 شهور، يعني 3 شهور وبروح وباجي كذا مره عشان تظبط الظبطه دي كلها، وبروح في اوقات مختلفه، وحتى رحت ابو سمبل يعني لغايه الجنوب دي خالص. دي جميله جدا الفكره، يعني عايز اقول لك بشويه انا يعني انا بتطلع لي على الفيسبوك وبشوفها ما بقتش فاهمه، بفتكر ان كان حد مثلا عايز فلوس او عايز حاجه. لكن انا دلوقتي فهمتها قد ايه حلوه، يعني قد ايه فكره جميله، قد ايه بتاخد معلومه من الشكل الصوره، وكمان صوره حلوه جديده مختلفه العين ما شافتهاش قبل كده. فهي ده اللي ادت ان هي لقت يعني اقبال كبير قوي بين الجمهور. طب انت الفكره دي جات لك ازاي؟ يعني الفكره جات لي ان انا اول ما جبت العدسه قلت لا انا هشتغل على مشروع، قلت انا هبتدي بمشروع مصر بعين السمكه، ان انا الف مصر كلها. انا دايما بحب السفر ودايما بحب اشوف صور حلوه. اهو يعني دي من وادي الجمال، مكان مش معروف، مكان حلو جدا، ده في الجنوب، جنوب مصر على البحر الاحمر بعد مرسى علم. المنطقه اسمها محميه وادي الجمال، فيها شواطئ جميله، فيها المنجروف، فيها حاجات جميله جدا. بروح الاماكن البعيده، بروح كل الاماكن دي علشان اطلع صوره حلوه وصوره مختلفه في اوقات مختلفه. سوق الجمال في ده في حلايب 30؟ لا ده في عندنا في القاهره، في برقاش في امبابه. وفي في حلايب 30 فعلا في سوق جمال. ده من القاهره، الصوره دي من القاهره. فبروح الاماكن المختلفه في مصر. ده المتحف ده لسه مفتوح جديد، ده في وادي الحيتان. وادي الحيتان اللي في الفيوم. أيوة. ده الحوت ده بقاله 40 مليون سنه، عندنا حاجات عظيمة جدا مش معروفة. فدايما الصورة بتاعتي بخليها ان هي الناس تقدر تشوف في الصورة حلوة وبمعلومة. معبد أمون في سيوة، سيوة برضو من الأماكن الجميلة جدا. أنا رحت سيوة مرتين، سيوة قعدت كل مرة بتاع 10 أيام أو أسبوع. سيوة بدعة عظيمة جدا، يعني فظيعة، حلوة قوي. سيوة جميلة. دي التخييم بالليل في سيوة، دي كانت الساعة 12 بالليل على ضوء القمر. فعلا الصحراء هناك جميله، يعني دايما ده عند جبل الموتى كده. لا ولا في الصحراء، دي في وادي الجمال. في وادي الجمال، دي في وادي الجمال. في بيت العبادي. في وادي الجمال. دايما انا عندي مقوله، يعني بدل ما اقعد في فندق 5 نجوم انا بقعد في فندق بشوف ملايين الفكرة النجوم. دي لما بتعمل كامبينج يعني بتبقى شايف ملايين النجوم. وبشوف المجره وبشوف صفاء وبشوف حيوانات، يعني الثعالب. دي سيوه بتهيألي برضه. بالظبط، دي النيه الكبريتيه في سيوه.
المياه لانها مشهوره بيها. ما انا بقول لك هي مشهوره بالنخل وبالمياه الكبريتيه بالزبط. والدفن في الرمال بالظبط. كل دي كلها صحيه جدا. كمان سيوه فيها حاجه جميله جدا ان هي الواحد بيرتاح فيها نفسيا حلوه قوي، بعيد عن كل الدوشه. حقيقي حقيقي انا حتى نفسي اعرف السر ده ايه. جميله جدا، بعيده يعني عشان منعزله. من قبل ما تخش من عند المعبد اللي في الاول خالص بتحس كده في نقاء كده بيجي لك كده روحاني يعني. دي على شاطئ بورسعيد. الله والقواقع بورسعيد انت جمعت القواقع عشان تصور ولا هي قواقع؟ هي كانت كده. لا انا ما بجمعش حاجه ولا بوقف اي حاجه ولا انا باخد، بحب الصور الطبيعيه وبحب ان هي كده ناتشرال طبيعي جدا. دي بورسعيد. بورسعيد عشان كده لو تلاحظوا هتلاقي الزاويه مختلفه، الزاويه كبيره اللي هي عين السمكه بتعمل شكل زي دي. قريب ولا من بعيد؟ دي من قريب. من قريب؟ من قريب. لان احنا شواطئ بورسعيد يعني هي بقى لها شويه كانت متسابه، بس هم بيحاولوا يظبطوها تاني. دي من انا بسالك علشان دي بقى لها تقريبا 3 شهور. 3 شهور. المهم انا لسه كنت امبارح بتفرج على فيلم الباب المفتوح اللي هو فاتن حمامه وصالح سليم وكده، وكانوا في جزء من الفيلم بيصيفوا على شاطئ بورسعيد. شاطئ يجنن. جميل يعني جدا. من ضمن الحاجات. جميل جدا. ودي في دهب بلو هول، مكان عظيم جدا. دي نص تحت الميه ونص فوق الميه علشان اجيب. انت عملت افكت هنا ولا ده؟ مش افكت، انا ما بعملش افكت ولا بستخدم. يعني ده فعلا كده؟ ده فعلا كده. انا عندي ووتر بروف كيس كده، يعني كيس بحطها في جوه الكاميرا. فانت غطست نص غطسه بالكاميرا فجبت من تحت ومن فوق. بالظبط. الشعب المرجانيه والاسماك الملونه وكل حاجه تحت الميه. مكان حلو قوي. بلو هول ده عمقه كبير جدا ومكان انا عايز اقول لك ان بيحكوا لي كتير. انا عمري ما رحت دهب، بس بيحكوا لي على دهب انها قطعه من الجنه فعلا. يعني فعلا. ومحدش كمصريين ابتدوا المصريين يعرفوا عن دهب دلوقتي. ده صح. بس بيقولوا لك انها حاجه دهب حلوه ان هي الروح بتاعتها شبابي وعلى يعني ما فيهاش منتجعات كتير قوي زي شرم الشيخ، فطبيعيه جدا ففيها اماكن حلوه قوي. دي من باب زويله والقاهره منظر مختلف من فوق. واي حد دي يعني التذكره ب 5 جنيه نقدر نطلع فوق ونشوف المنظر ده. بص يعني بقى لما جيت على القاهره كميه بقى الطوب الاحمر. بالظبط بالظبط. هي الفكره حزن. الفكره بتاعتنا ان احنا انا بطلع بره القاهره. بره القاهره مكان بص انت جميل. شوف الصوره مع ان انت السماء حلوه وكده، بس شوف القاهره شكلها ازاي من فوق وشوف الاماكن الطبيعيه. بس برضو عندنا في اثار، بس المشكله زحمه جدا. زحمه جدا في القاهره. بشوي بسرعه. انت الفتره الجايه هتعمل ايه؟ انا ناوي اجمع كل الصور دي في كتاب واعمل كتاب مصر بعين السمكه. بشوي انا مستنيه كتابك وبهنيك على ابداعك ده، واكيد له رد فعل قوي جدا انا شايفاه في العالم، واحنا هنفضل معاك على طول. شكرا. انا بشكرك جدا. شكرا. بشوي فايز مصور هايل وعينك لمصر جميله جدا. شكرا. بشكرك ومشاهدي الكرام، حسبكم دلوقتي مع فقط